السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، عندنا لكم في مقطع جديد. أهلا 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 يا أخي. ما أدري كذا يومين ليكم وحشة، والله ليكم وحشة، وطبعا بدون أي سحب إن شاء الله. هذه همتنا إننا ما نسحب على القناة ولا أي يوم بإذن الله، يوم إي يوم لا بينزل لكم مقطع إن شاء الله. اليوم يا شباب زي ما عدناكم في المقطع الأخير، مقطعنا الجاي مقطع عن فيفا، والله تبشروا ما طلبتوا شيء. واللي ما تابع المقطع الأخير، قلنا في المقطع الأخير وتكلمنا وقلنا المقطع الجاي راح يكون مقطع فيفا. اليوم بإذن الله راح نلعب فيفا، بس راح نسوي يعني حيكون تقريبا كل المقطع باكيجات، تفتيح باكيجات، وبإذن الله يعني نبغى ننجز تشكيلة، لأنه التشكيلة حقتي صراحة يعني والله يعني يبغى لها تغيير من 1 إلى 0. صراحة ودي كمبدئيا في التشكيلة ودي أغير ستيلينج، ودي أغير عشان برنادو سيلفا يعاره، ودي أشيله، ودي أغير أوديجارد، ودي أغير كوناتي، ودي أغير دفاع عالي، ودي أغير ناس كثيرة، ودي أغير مرة. فعشان كذا في هذا المقطع بإذن الله تفتح باكيجات، نقول إن شاء الله يعني يطلع لنا شيء. صراحة والله يا شباب ناقص ما نزل الطاقة، كان ودي إني أسويها، لكن يا أخي ما أدري فيفا ليه حطيتهم 24 ساعة. كان سهل والله إني أسويه، وكنت هذا أكثر لاعب والله إني حبيت أجربه معكم، لكن بإذن الله في المقاطع الجاية بنجرب معكم لعيبة جدد. إذا تبون تجربة اكتبوا في التعليقات تجربة اللاعب اللي تبونه، وتبشروا بإذن الله المقطع الجاي أو مقطع كذا قريب إن شاء الله نصور لكم على اللاعب ونقول لكم ونجرب لكم هو. زي ما قلنا لكم اليوم كذا تفتح باكيجات ورواقة، وعشان العيون أول مقطع فيفا زي ما قلنا لكم، ودي نغير ناس كثيرة. في البداية عندنا باكيجين حلوين طيبين طعمين لذيذين أوي أوي أوي، حلو حلو. عندنا هذا الباكج، عندنا هذا الباكج حزمة ذهبية نادرة، هو باكج أتوقع 25,000 ل 30,000، لكن نفتح هذا أول حزمة ذهبية وليس نادرة. نقول بسم الله نبدأ يعني في الحظ الماش عبارة ما نبغى ما نحتاج. مين هذا؟ ديابي ولا ديباي؟ ما ادري ديابي ولا ايش. شو اخي ما ادري هذا، خلاص خليه ساكت، خليه يروح يتروش، افضل منه يلعب كورة. طيب يلا بسم الله. الباكج الثاني يقول في جلتش، اذا رحت عند الباكج لفيت لف 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 وصل عند باكج اضغط اكس يا حبيبي. يلا شوف، استر الله، شوف الماني ارعب بايرن ميونخ جرامبي، انا مش شيطان في النادي نشبه، والله نشبه، تعرفون النشبه هذا اكبر نشبه. يلا ما عليه ما عليه، احنا نبغى ايش ريتات عشان نرميه في تحدي وتحدي اوه الله 4000 قطعه نقديه. يا سلام يا سلام يا سلام، يا عيال طلعني من اشياء من البكت، والله العظيم اول مره اشوف 4000 يطلع لي، يطلع لي كره ذهبيه. الله يسعدكم يا فيفا، بس احنا ما نبغى كذا، احنا نبغى بابي. بإذن الله في هذا المقطع يطلع لاعب سوبر حلو. صار معنا 10,000، ومعنا كمان حنفتح درافت معكم في هذه الحلقة، صح نسيت درافت راح من راسي، حنفتح معكم درافت، راح نفتح معكم بنكجات، راح نفتح معكم اشياء. شباب عقب ما نكمل البكيجات نتمنى منكم اشياء بسيطة، نكمل لكم المقطع الحلو الجميل. وقف المقطع 5 ثواني، انزل اضغط لايك اشتراك، فعل جرس التنبيهات، وجعل والديك الجنة. بسم الله نكمل المقطع حلو. طيب الان عندي باكج اختياري زائد 85 يا حبيبي، عندي باكج اختياري زائد. تبون نجرب دبي؟ والله شوف انا عيني على ديونج. اكتبونا اذا تبوا كذا نجرب لعيبة، المقطع الجاي نصور لكم بإذن الله. طيب ترك اختياري لاعب زائد 85، يقولوا الحظ فيها حلو، فقلنا يلا، قلنا يلا كذا على طول. والله صراحة يعني أنا أشوف في التويتر ناس كثيرة يقولوا الحظ فيها حلو،
قلت والله اجربها واجربها معك باذن الله. كمان انا الباكج هذا ما قد فتحته، اليوم راح نفتح معكم ان شاء الله، نقول بسم الله، نخض الباكج، نخضه نخضه نخضه، بسم الله، يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب يا رحمن يا رحيم. بونوتشي، يا سلام، طلع اللاعب حدث اخيرا. سعر نبغى سعر نبغى السعر. يعني حلو والله حلو. طيب 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 25,000، سلام. طيب كذا يكون احنا والله اختيار اللاعب زاد 85 صراحة، يعني احس الحلو الحلو الحظ حلو فيها. بس يعني يبغى له تسخين كذا، ما ادري، بس يعني 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 تفضل الان، يعني تفضل استاذ علاء وياي انت، تفضل يعني تفضل يعني هسه احنا تفضل. الشيء اللي بعده صراحة ودنا كذا مجمعين درافتات نفتحها معكم كذا، يعني شباب والله ما عليكم من الديفجن كذا، انا ما العب. انا عندي، طيب بخلصها سريع سريع وارجع لكم. ذاتي انا سادة الكرام، محبين الاعزاء، حابين اقول لكم انه الان عندنا درافت. بس قبل ما نبدا درافت، جعل والدينكم ويدك ما تمسها النار. نذكركم ان الحدث بقي له 5 ايام فقط. حدث ايش؟ حدث فورت، الله يخليني لك، حدث فورت بعد 5 ايام. اللي حاب يحضر يحضر، يا هلا ويا مرحبا، البث بثه، واللي ما هو حاب يحضر حظ افضل، نشوفك في الايام القادمه ان شاء الله. طيب اللي تبغى ينسحب منه يقول لي شكرا والله، الله يعطيك العافيه، يعني انا ما سويت شيء، انا مش كمان اعطيت الفوز، بس يلا عاد ما شكله ما يعرف. طيب بختار 4-3-3، يا سلام 4-3-3 جيد. يلا طيب شوفوا يا شباب، واصل لي يقول لي كنت خايف من ميسي وفان دايك، ما عليه ما عليه، لا لا تخاف. طيب خلينا نكمل الان، بنختار الريت الافضل. شوفوا ايش رايكم نسوي تحدي، سوي تحدي، ايش هو التحدي؟ نختار الريت الاعلى ولا خلاص خلاص، يلا خلينا نكمل درافت، نبغى درافت قوي. تحدي تجيب تقييم 190، طيب نجيب هذا عشان تناغم 190 لازم. يلا اللي بعده، اللي بعده يا عبده، حلو. والله لابوتك يا اخي، اللي بياخذ الفريق اللي بياخذ محبوب، لابوتك يتقدم، لابوتك يا السلام، القويسة يتقدم، القويسة يتقدم، اخي يا اخي انا لازم. يا الحيرة، يا الحيرة، تعال يا هالاند هالاند، تيكي 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 تو، ما يشوف حلو هالاند، قدم لي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، فيجو فيجو صح؟ ما في الا فيجو، لا اقوى فيجو صراحة، حلو ماشي صح، يا سلام اربي، يلا حلو حلو والله نايس التشكيلة، تشكيلة حلوة سيبي. حلو والله ما في مشكلة، فان دايك ان شاء الله، فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك، قوي قوي قوي. حلو بريمر هذا والله، يا عيال صخر الدفاع، لو انت بادي توك في التشكيلة جيبه بريمر. البي هذا حلو 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 حلو، تشكيلة حلوينة حلوينة اوي اوي. طيب نجيبها، طيب كذا خلاص التشكيلة الأساسية، التشكيلة الاحتياط سريع سريع، ما ولا واحد نحتاجه إلا بوب، والله بوب تخش أساسي بديل عن الحارس، هذا عشان تراقب كمان، يعني لا يحسبني أحد حاقد ولا شيء، لا مو حق. كافو يا رباه، يلا حتضفر يا وحش، لو هذا الأربي يتحول البي بحوله، والله ما تحول. طيب
وسلام يا شباب ما شاء الله التشكيلة لا حلوة حلوة. هذا يا رب انه يتحول البي. لا والله طيب دقيقة، هل كافي يتحول البي؟ لا والله ما يتحول، كله اربي اربي شو اسوي؟ السلام ما شاء الله يلحق الحظ ما شاء الله داعس معانا. يلا مع السلامة يا اندقرق، هذا صديقي طرف المستقبل اسمه اندقرق. والله انا بطل مانشستر. دوكا دوك دوكا دوكا حدوكا بيلينغهام يا رباي الحظ. نرجع ونقول الحظ ايش بدل هذا، يمشي ولا يبالي. يلا بسم الله مركز الهجوم، نبغى مهاجم زي الناس تكفون. بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب. حلو 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 حلو. لا والله ما حلو. طبعا يا شباب الا البنات لا تختارون، يعني انا مو حقد على البنات، يعني خلاص تبغوا اختاروه باختاروه ما يده. طيب جيب اللي بعده روما، جيب اللي بعده، جيب اللي بعده، طفشوني اللي بعده. شفت الحظ كيف؟ حظ خايس. اللي بعده هذه مرية. اللي بعده خلاص، اللي بعده مدرب انا لعدة في الله. طيب شوف احنا بنخش جيم، اذا النت حلو راح نكمل الجيم ونلعبه ونلعب معكم، اذا النت مو حلو الله حظ اوفر يعني ناخذ يزيد بكيجات. ايش فيها بكيجات يا عم؟ حلو بكيجات على الجيم الاول وديني. بسم الله الرحمن الرحيم. على مدى تكون ممتعة لكل الحاضرين والمتابعين، الكل في انتظار مباراة كبيرة اليوم، أجواء كروية صاخبة، مباراة قوية، متعة مضمونة، هكذا هي العادة في مباريات كرة القدم. عادي خذها رجع. وضح على الشاشة تشكيلة الفريق صاحب الأرض، نيك بوب في مركز حراسة المرمى، كريستيان روميرو يلعب في جواري بريمر في الدفاع، لوبوتكاس سيبدأ رفقة بيلينغهام في وسط الملعب، وفي الهجوم افتح تواجد هالاند. يلا بالقام أعطيها واحدة بالقام، أعطيها واحدة بالقام، أعطيها واحدة تكفى. ليه بالقام ليه؟ هذا التصدي الله على القفاز، مسافة قريبة لكن انظر إلى الرياكشن، ردة فعل استثنائية. رقد 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 يا ليل بقدر أسويها. امبابي والانطلاقة في المساحة على الطرف. عيني كافو والله كافو. وهذه هي تشكيلة فريق دراجونز لمباراة اليوم. حلوة مضبوط الكورة. قرار هنا من الحكمة باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة. الله الله يا أخي من فج هذا. تكفى تكفى يا بنت. اندفاع هجومي هنا من فريق دراجونز. والله هذا قايل لك بيوقف امبابي هذا. كافو يبعد الكرة والخطورة. يتعرض لضغط كبير الآن. تبغى شيء الله يرحمه المفروض. المساحة متاحة وفاضية. المساحة متاحة بس مع اللاعب هذا ما هي متاحة. لكن الخطورة بتنتهي على عكس ما توقعنا. هجمة الهجمة المباراة انها. امبابي. مسكوه. محاولة هجومية هنا يضعها في المرمى، تبعد الكرة بشكل ممتاز. خلاص روح تكفى، افتح يا اخي مساحة، يا اخي افتحوا مساحة افتحوا. كيليان مبابي. مبابي ذا مشكلة عظيمة. هذه كرة الأفضلية. لا لب 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 ما احب اللبات. ما احب اللبات. الجب والكرة في الشباك. اخي هلا بجوي انا اللي يعني احط فوقه. بيريز. كفو 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 يا حبي يا كفو.
والله ما في شيء. اوه يا عاكل ضربة جزاء. صدق يا عيال والله الضرة خربانة. ضربة جزاء وبدي الحارس ايش يسوي يا عيني يا لاد. لاد تكي 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 تكي. يستعيد فريق دراجونز الكرة. ابوي خلاص ما ادري ايش البنك خلاص. قيل لك انه البنك ما حلو. ما بتشوفوني بنظر مستواي. انا اساسا منتصر بسرعة. تعال يا حبيبي لعبتك فوق العب فوق اعلى العب فوق اعلى. نبيل فقير نقل الكرة الى مبابي. والله البنت هذي حسبت انها كويسة طلعت. شباب في طريقة تعطيك مليون بوينت تضغط ستار بعدين تسوي مغادرة المباراة بسرعة كذا اول ما تنهزم 3-0 تسوي نعم ان شاء الله يعني تضبط معاكم الجلتش ان شاء الله ما اوعدكم بس ان شاء الله هذه الطريقة ما يعرفوها الا ناس قلال. بعدين تخش ابدا درافت وتاخذ جائزتك اللي هي حسبة فضية. طيب سدات يعني الكلام بكيجات الكتاب ان شاء الله يعني يدفونا بشيء كذا. عندنا كذا 6 باكجات، باكجين فضيين، 4 باكجات ذهبيين. نفتح الباكج الأول. طبي وش نبغى فيك؟ طيب على طول. بيع يا قلبي، بيع يا قلبي. ما في عقودات صح؟ بيع. اللي بعده. المقطع الجاي. مقطع إي صح اللي يسأل عن الأسطورة أبو حميد. ترى هذا المقطع ما طلع معي والله يعني يا شباب تعبان. دعوله دعوله ان شاء الله المقطع الجاي بيطلع معي باخذه غصبا عنه. بيع بيع ايش هذا المقطع يكح يكح كثير. تعبان دعوله 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 يا جماعة الخير دعوله. يوه شنو ناموس راح تدور في الغرفة. يلا وكجات ذهبية يعني لعله وعسى يعني بس يدفونه شيء كذا. انا ليفاندوسكي على الاقل ليفاندوسكي ياكي ياكي على الاقل ليفاندوسكي. والله دلعوني فريق اسبوع لا يا ريت شو في اتوقع فريق اسبوع 80. طيب فوق انت حلو نحتاج الفلوس صراحه اكثر من لعيبه عشان لا احد يجي يكلمني انا والله يعني احتاج فلوس اكثر من لعيبة. اللي بعده شباب مدام حق روزي تعبان ابو حميد تبون نعوض كذا نعطيه هدية قيمة المقطع الجاي نسوي له مفاجأة. والله يا شباب تبون المقطع الجاي نسوي له مفاجأة كذا. والله مفاجأة ما عاد بيتوقع تبونه. والله اللي يبي يكتب في التعليقات ما كل شوية يسوي تصويت. اللي يبي يكتب في التعليقات اللي وصل لهذه اللحظة الله يدخ يجعل أمك وأبوك في الجنة. قول أمين. يلا البكت اللي بعده بسم الله. في أوه فريق أسبوع عيني تكفى تكفى ريت. والله فريق أسبوع أوه وش اللي فريق أسبوع مجعني 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 مجعني. أنا حسب فريق أسبوع والحماس ألف وتليون. زعلت 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 منكم يا فيفا. ولا مكرر ذاك انزل استيق زيهم وحتى ما رفعت فوق نزلت على طول تحت ابوي. كسل بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم. قلبي والله ما اعرف انا لعيب هذه مشكلتي. انزل جافي قلان يا قلان يا قيلوان انت تطلع لي. طيب فوق فوق الله يسلمك يحسبني ادخل النادي. طيب وريناكم التشكيلة وبنوريكم اياه مرة ثانية. قولولنا الاشياء اللي تبونها يعني تسويها. لا خلاص هذه القطعة النقدية الاخرى المقطع الجاي. والله لو وصل هذا المقطع دعم المقطع الجاي مفاجأة.
فاجأ كل مرة أقول لك فاجأ، إحنا مفاجأتنا حلوة. أوه الانتقالات لا ماما. طيب هذه التشكيلة. أوه رمت مارتينيز. أخي أنا حمار، شفت هذا وضعي سو، يعني أنا اللي عندي إيش، أنا اللي عندي ريتات وبرمي في التحديات اللاعبين كلهم. يبوي ما لنا إلا لينو. لينو شكرا. طيب هذه التشكيلة، قولوا لنا اقتراحاتكم، معي 20,000 قابلة للزيادة، يعني قولوا اني معي 100,000. بالله يا شباب ابي تشكيلة 100,000، تشكيلة تكون حلوة و100,000. اللي عنده تشكيلة حلوة يكتب في التعليقات وان شاء الله برد عليه في اقل من 10 ساعات. كمان كذا يكون وصلنا نهاية المقطع. مقطع كان والله استمتعنا فيه، ضحكنا فيه، سوينا فيه، فتحنا درافتات، فتحنا بكجات، دلعنا نفسينا، لا 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 لا. كالعادة يا سادة يا كرام نقول لكم انه بقينا على 20,300 متابع. يعني والله يا شباب، يعني والله حرام، يعني والله يعني ما ادري. وهذا النادي يعني الخاص، هذه اللعيبة لاعبين. المقطع الجاي والله والله لو وصل هذا المقطع لي 50 لايك، المقطع الجاي راح نسوي 100 ترقية معكم ونفتحها معكم. زي ما قلنا لكم اكتبوا لي اللاعب اللي تبوني اجربه واجربه، واكتبوا لي ايش المقطع الجاي تبونه، فورد، فيفا، روكت، فول جايز، اي عندكم مقاطع كثيرة امروا، حنا انتوا اطلبوا حنا نام. فهمتوها اتوقع كذا، يعني احسكم كذا فهمتوها. خلاص خلني ساكت كذا. يكون وصلنا نهاية المقطع، اتمنى منكم مشاهدة سعيدة وان شاء الله عجبكم هذا المقطع. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم على خير، صلوا على حبيبنا محمد والسلام عليكم.